مشاهدين الأعزاء متابعي سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي على البركة، مشاهدين الكرام ينطلق هنا رابع أشواط هذا اليوم هنا ضمن مهرجان سويحان وتسعيرة هجن الرياسة الأولى التي تبدأ مع بداية هذا الموسم 2014-2015 على بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام تنطلق الصعوبة بالأعداد الكبيرة والسرعة الفائقة التي أيضا كسرت حاجز 30. تهانينا والناموس لكل الفائزين على البركة رابع أشواط هذا اليوم الذي خصص للجعدان السيارة الفاخرة بالانتظار للفائز بالمركز الأول، بينما الجوائز النقدية المجزية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر وتسعيرة هجن الرياسة التي أيضا تحط رحالها هنا في ميدان التراث ميدان سويحان على البركة. سير مع العملاق العيناوي في المركز الأول مربوش مبارك بن مظفر بن محمد العامري على الصدارة على المركز الأول، نقلتنا مباشرة على المركز الثاني الوصول من مشاكس علي بن سعيد بن راشد بن سعيد النعيمي يصل في ثاني المراكز، والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظات اللي وصل هنا أيضا تدخل في هذه اللحظات هنا انتقل مباشرة مع المركز الثالث حامل الرقم 70، ولكن الدور دور المركز الرابع ليجد هنا في رابع المراكز اللي هو زعفران سالم بن حمد بن سيف الأصلي الشامسي وصل في هذه اللحظات، ولكن الدخول هنا الدخول متعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد وصل في هذه اللحظات ليحمل هذا الاسم، ولكن من الجانب الآخر اللي تدخل هناك من عمق الميدان وتواجد هناك أيضا ينافس من أجل السيارة والتسعيرة والفوز والانتصار وصل شعار بالحزمي سليم بالحزمي بن قناص العامري ليقدم الصخر في هذه اللحظات، وهنا الدخول أيضا من الاسم القادم الأسد حميد بن راشد بن سالم الحيري وصل، ولكن وصل المجازف وصل مع الأحصان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أحد النجوم اللامعة في هذا اليوم والمنتصر مع الذيبة والطائف في هذا الصباح. هكذا الأسماء هكذا الشعارات هكذا 70 اسم مشارك في هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء النجومية الكبيرة التنافس القوي التحدي المثير هنا في ميدان التراث ميدان سويحان بمدينة العين دار الزين، ولكن أعود مع متعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد وصل على الصدارة وصل على المركز الأول مع سلالة متعب أحد بنوك الإنتاج بدولة الإمارات متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن الدخول على المركز الثاني اللي وصل الأسد أحمد بن راشد بن سالم الحيري والدخول من الجانب الآخر اللي فاجانا من الجانب الآخر ودخل هناك بهذا الشعار الله يا بالحزمي بالحزمي أيضا غير الصدارة وانتقل إلى المركز الأول في هذا الأداء الرائع والنجومية الكبيرة هناك. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام اللي وصل القوع عبد الله بن سالم بن الدرعي وصل وصل الدرعي في هذه اللحظات، ولكن الموقع بدأنا نقترب من المنصة بدأنا نقترب من المنصة السيارة بانت 500 متر الأخيرة جولة الأوامر النهائية الله يا القوع الله يا القوع الله يا صخر والقوع أداء رائع انطلاقة ونجومية ولا أروع هنا مع جولة الأوامر النهائية. هناك سليم بالحزمي بن قناص العامري على الصدارة على المركز الأول صاحب الميدان صاحب الميدان يعرف خفايا ميدانه جيدا، هنا ايضا صخر 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 لسليم بالحزمي بن قناص العامري بن قناص اقتنص المركز الاول. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجدي ايضا اللي هو صخر لسليم بالحزمي بن قناص العامري لحظات الوصول والانفراد بكل أريحية. المركز الثاني وصل القوع عبد الله بن سالم بن علوم الدرعي، المركز الثالث كان الاحصان حمد العتيق بن زيتون الميري، المركز الرابع سلهود علي بن سالم بن صاروخ النعيم، المركز الخامس وصل اللي فيه الاسد حميد بن راشد بن سالم
الحجري. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام شاهدنا هذه الانطلاقة عبر سيدة القنوات الرياضية وبلمسات ابو طلعة اسامة الهواري. لك التحية ايضا على هذا النقل الحي والمباشر. تسعيرة هيجن الرياسة هنا في مهرجان سويحان 2014. البداية تاتي والانطلاقة من هنا. ايضا نتذكر في العام الماضي بان تسعير هيجن الرياسة وصلت حتى 12 تسعيرة ما شاء الله. وان دل على شيء دل على الاهتمام الكبير من هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هيجن الرياسة. فشكرا لهذه المؤسسة على الدعم الكبير والاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة. التوقيت الزمني هنا المركز الأول عطري الهواري 4:33 5 أجزاء من ثانية. تهانينا لمالك صخر سليم الحزمي بن قناص العامري. تهانينا والناموس المركز الثاني اللي وصل القوع قدم أداء رائع وجميل عبد الله بسالم بذعلوب الدرعي والقادم من القوع بالفعل. هنا 4:35 8 أجزاء من ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والعملاقة. بينما المركز الثالث كان هناك دخول من الأحصان ب4:38 جزءا واحدا من الثواني مرافقا في هذا الشوط للأحصان محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا اليوم. هكذا إذن مشاهدين الأعزاء مهرجان سويحان ينطلق في 30 من شهر سبتمبر.